نصل في جولتنا الإخبارية إلى اليمن، حيث واصلت قوات الشرعية في اليمن تحقيق انتصاراتها على جبهة صرواح في محافظة مأرب بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيقة. وصرح مصدر في القوات المسلحة الإماراتية أن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية نجحت في السيطرة على جبل مرثد في جبهة المخدرة بشكل كامل بعد معارك ضارية كبدت فيها القوات التابعة ميليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأوضح المصدر أن قوات الشرعية استهدفت مركبة في جبل الدرع في جبهة المخدرة على متنها بعض القيادات وعدد من 8 إلى 10 عناصر من الحوثيين. ذكر أن السيطرة على جبهة صرواح لها أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لقوات الميليشيات في مأرب، إلى جانب زيادة الضغط على الحوثيين في صنعاء الأمر الذي سيسهل من عملية السيطرة على العاصمة.